أهلا بكم، نحن الآن في مركز ملوود بمدينة ليفربول لتسليم جائزة بي بي سي لأفضل لاعب كرة قدم في إفريقيا لعام 2017. بما أننا في ليفربول فالفائز إما أن يكون ساديو ماني لاعب منتخب السنغال أو الدولي المصري محمد صلاح. دعونا نتعرف على الفائز. الفائز هو محمد صلاح الدولي المصري نجم نادي ليفربول. ألف مبروك، أفضل لاعب كرة قدم في إفريقيا لعام 2017. أنت الآن تنضم لقائمة كبيرة من اللاعبين الأفارقة الذين حصلوا على هذه الجائزة باختيار الجماهير. ماذا يعني هذا الأمر بالنسبة لك؟ أكيد أنا سعيد وفخور جدا أن أنا كسبت الجائزة دي وأن اسمي بقى موجود معهم. دي حاجة بعتز بيها وبتشرف بيها. أتمنى إن شاء الله أن أنا دائما يعني أقدم مستويات كويسة وأفوز بها سنين كثيرة. فخلينا نشوف. محمد، موسم كبير مع المنتخب المصري، مع روما، مع ليفربول، الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز. ما هي اللحظة الأبرز برأيك في هذا الموسم؟ أكيد كان موسم كويس، كله في لحظات كثيرة استثنائية، وصلنا لنهائي أفريقيا، بس طبعا صعود كأس العالم ده حاجة تانية. يعني هدف الدقيقة 90 بالضبط، فافتكر ان ده برضو لحظة مهمة جدا. الأهداف اللي بسجلها مع ليفربول مهمة بالنسبة لي، فكلها لحظات كويسة. أنت الآن هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، تتصدر قائمة الهدافين مع ليفربول، هل توقعت هذا الأمر؟ أكيد أنا جاي ومن أول يوم بقول أنا عايز أوري الناس يعني كورتي. انا كنت موجود هنا وما خدتش فرصتي، ودلوقتي انا راجع للبريمير ليج من اول يوم افتكر انا مشيت فيه وانا عايز ارجع تاني. فانا سعيد بوجودي هنا دلوقتي. الان انت مقبل على فتره بها المزيد من التحديات في مع ليفربول في الدوري الانجليزي، في دوري ابطال اوروبا، وحتى مع المنتخب المصري في كاس العالم. كيف تنظر للفتره القادمه؟ اكيد فتره مش سهله، لكن انا بالنسبه لي كره قدم لازم يعني خلاص دايما بتبقى موجوده تحديات وفيها صعوبات طبعا، لكن اهم حاجه ان الواحد يبقى مركز وعارف هو عايز ايه ويقدر يحقق اللي هو عايزه. يعني ماذا تقول الجماهير المصريه التي تتابعك باستمرار في الدوري الانجليزي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تلاحق كل هدف لمحمد صلاح بشكل متواصل؟ بشكرهم جدا على الدعم ده، وسعيد جدا بدعمهم لي على طول الوقت. فاتمنى ان شاء الله التوفيق باذن الله واكون عند حسن ظنهم. محمد، لمن تهدي هذه الجائزه؟ اكيد للعيبه، لعيبه المنتخب واللعيبه هنا في ليفربول والمدرب والناس اللي انا شغال معاها بروفيشنال جدا. فانا سعيد جدا بوجودي معاهم وسعيد بوجودي مع الفريق. وطبعا في روما نفس النظام، لان حققت معهم نص موسم هايل، فبديها لكل اللعيبه في المنتخب او في الانديه والناس اللي انا شغال معاها. جماهير تغني لك اغاني خاصه في ليفربول، كيف تتفاعل بعد الموضوع؟ اكيد ببقى مبسوط جدا لما بتسمع اسمك باغنيه معينه، ببقى سعيد جدا واتمنى ان هم يكرروها على طول. شكرا لك محمد صلاح، كان هذا لقاءنا مع محمد صلاح أفضل لاعب كرة قدم في إفريقيا لعام 2017 في استفتاء بي بي سي.